بص كمان بمناسبة بنتكلم عن دوري الأبطال، لكن احنا هنتكلم المرة دي عن دوري أبطال أوروبا. برضو كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا عن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022، طبعا اللي هيكون بين ليفربول وريال مدريد، هتبقى مباراة يعني قوية جدا يوم السبت اللي جاي على ملعب فرنسا بالعاصمة باريس. الكرة عايزة أقول لحضراتكم حافظت يعني كرة النسخة الحالية من نهائي دوري الأبطال على شكلها التقليدي، نفس النجوم اللي ميزت يعني تصميم صحيح. كرات المسابقة لسنوات طويلة، لكن عملوها باللون فضي شوية المرة دي عشان يميز ملعب فرنسا الدولي بباريس طبعا. فزي ما حضراتكم شايفين هي دي صورة الكرة تحديدا. أكيد هنرجع مرة تانية لهذا النهائي المرتقب.